اهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناه الدار في اليوم الثالث من المعرض الدولي للكتاب بمدينه الدار البيضاء. اقبال واكتضاض كبير هنا بالمعرض في اليوم اللي جا متزامن مع عطله نهايه الاسبوع. نخليكم تكتشفوا اجواء المعرض، يلا معنا. هذه ماشي اول مره كنحضر فيها لهذا المعرض، وهذا المحطه بالضبط ديال هذه السنه هذه اتضح ان كاين واحد العدد كبير ديال الزوار بكثافه، وهذا كيفرح لنا، كيبين على ان كاين واحد الاقبال على القراءه. ولاحظت كذلك كيف ما قلت العنصر النسبي، حضور متميز والاطفال. اذا يلاه يلاه بديت دابا الزياره، وان شاء الله غادي نقضي واحد الساعه ولا ساعتين ونشوف الامور كيف دايره، واكيد غادي نرجع لان المعرض مازال حتى اليوم 17 في هذا الشهر هذا، باش نطالع ونكتشف واش كذلك كاين شي محطه كتهتم بالجانب الرياضي. الرساله اللي ربما نوجه هو ان الشباب لازم يكونوا مولوعين بالقراءه، لان عندها اهداف وابعاد متعدده، عندها علاقة بتهذيب النفس، وعندها علاقة بالاكتشاف، عندها علاقة بتغذية الروح والذهن والبدن إلى غير ذلك، وخصوصا في هذا عالم العولمة اللي ما بقاش الوقت حتى فين تكلم مع عائلتك ولا مع الأطفال ديالك. وبالتالي كنتمنى أن هاد السنة هذه تكون سنة ديال انطلاقة مجددة وجديدة، باش المغاربة تغرس فيهم ديك الروح ديال القراءة وشراء الكتب. الحضور بالخصوص يوم السبت والحد تنبغيو حنا نتمناو الحضور يكون بحال هذا الشكل يوميا، واني هذا تتعطي قوة بان المغاربة. كيف سولني رئيس الحكومة قال لي واش المغاربة تيقراو، قلت ليه باش يقراو خاصك تعطيهم مكاتب، باش تعطيهم فهمتي مدارس يكونوا فيهم خزانات باش يقراو، باغين يقراو هنا. ونفس الكلام تنقول لك دابا حنا شوف هذا الجمهور العظيم وهذا الشباب اللي كاين، واني خاص نسهلوا عليهم باش يمكن في كل منزل يكون فيها على الاقل كتاب ولا اثنين. شوف هي ظاهره صحيه باش يديروا معرض الكتاب كل عام، معرض الكتاب دولي باش يجيو الناس يشوفوا شي. واخا الناس انا كنقول دائما لان عندنا واحد المشكل كبير في المغرب، ان الناس ما كتقراش، مع دابا راك عارف العولمة ومع الانترنت تو لي جون ما كيقراوش. المهم ان الناس غير يجيو، يعني يجيو الناس، لان كما لاحظت انا كاين بزاف العنصر النسوي والدراري الصغار، وهذا جميل جدا، لان واخا يجي ذاك الدري الصغير يشوف ذاك الكتاب ويحلو وعيط يشوف الصفحات ديالو خا ما يقراش، كيعطيه واحد كما يقولوا ان فونغو باش يولي يقرا ويولي يجي. وهذه بالنسبه لنا حنايا مهمه جدا، لان المكيلو كما يقول الشعب بدون ثقافه شعب لا وجود له، والثقافه باش نزيدوا قدام بهذه البلاد باش نزيدوا قدام خص بنادم يقرا ويثقف. ما قلناش يقرا باش يصنع لينا حنا، غير عيط يقرا يثقف. علاش يثقف؟ غير المعامله مع الناس، كي كيمشي في الطريق يقطع الشانطي الزبل ميلوحوش، غير هاد الشيء راه كافي وكافي جدا. ومن هاد الشيء نقدروا نزيدوا لقدام، نزيدوا نطوروا ونزيدوا كذلك، حيت علاش غنزيدوا بالبلاد ديالنا لقدام؟ لان راك عارف دابا حنا في المغرب مغرب جون كما كنقولوا، المغرب فيه الناس جون بزاف. ولهذا يا كنقولوا يا ربي، نطلب يا ربي الناس تولي تهتم بالقرايه. اي سير تفرج مالك، انا تفرج مع راسك، ولكن دو طوزوطو شي تقرا كتاب في شهر، غير في شهر. انا كنشوف انا ديال الصفحه قرا الصفحات في النهار، خذ وقرا، عندك الوقت الكافي باش تقرا، وهذا الشيء غيزيدك انت، يزيدك انت. علاش؟ لان ملي كتكلم مع الناس كتعرف كي تتكلم، كتعرف كي تدوي، كتعرف كي كتسير راسك ايضا، وهذه كيفاش كتعيش. العشره مهمه، هذه كنت داخل كيفاش كتعيش وكيفاش كتكون مرتاح مع نفسك انت. لان علاش؟ ملي كيكون هذا الشيء كامل كيكون عندك واحد الباك جراوند ثقافه، راسك ثقيل، ملي يكون راسك عامر كتمشي بالمهل ديالك وكتكون القناعة.
كيف تابعتوا معنا مشاهدي قناة الدار في اليوم الثالث من المعرض الدولي لكتاب، حضور متميز لزوار وعشاق القراءة، إضافة لشخصيات وازنة اللي كانت اليوم من بينها نوال المتوكل والحاج عبد القادر الرئيس الأول الذي توج مع فريق الرجاء البيضاوي بلقب البطولة الوطنية. كنشكركم على حسن المتابعة ونضرب لكم موعد جديد في يوم آخر هنا بمعرض الكتاب بمدينة الدار البيضاء. شكرا على المتابعة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.